قد أفلح من زكاها. موضوع التحلي بمظاهر الإسلام سهل، لكن التخلي عن الأشياء والشوائب الباطنية صعب، هذا صعب جدا. ليس التوحيد أن يقول إنسان لا إله إلا الله. كان والدي رحمه الله يقول هنالك أناس من أهل قول لا إله إلا الله، هنالك فئة ثانية من أهل لا إله إلا الله. أهل قول لا إله إلا الله يعني بيقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وقلوبهم مليئة من التعلق بما سوى الله. لكن المهم أن تكون من أهل لا إله، أي من أهل هذا المعنى، بحيث لا ترى محركا ولا مسكنا ولا نافعا ولا ضارا ولا مفيدا ولا مؤنسا إطلاقا في الكون كله إلا الله سبحانه وتعالى. وتنظر إلى الدنيا فتراها أشواحا تتحرك بالتحريك الباري عز وجل. إذن أنت من الموحدين وتعيش بسعادة كبيرة كبيرة في ظل هذا التوحيد.